أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد الثاني رحمه الله، وذلك في قصر الوجبة بالدوحة. كما قدم سمو ولي العهد التعازي والمواساة إلى أصحاب السعادة أنجال الفقيد وإلى أسرة آل ثاني الكرام والشعب القطري الشقيق، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء، مشيدا سموه بمآثر ومناقب الفقيد وجهوده رحمه الله في خدمة وطنه والأمة العربية والإسلامية وأسامته مع أخوانه أصحاب الجلالة والسمو في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز مسيرته المباركة. من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما أبداه من مشاعر نبيلة في هذا المصاب، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى مطار الدوحة لتقديم التعازي والمواساة، وكان في مقدمة مستقبل سموه في مطار معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري.